مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة وتلاقي جديد من برنامج في الموعد، هذه المساحة المسائية اللي احنا دائما بنخصصها لكل الموضوعات اللي بتخدم المجتمع السوداني. واليوم حنفتح واحد من الموضوعات المهمة جدا واللي بيشكل واحد من ضروب الفن في السودان وفي كل العالم. الدراما سجل حافل بالإبداع وبالثقافة، وعندها عدة قوالب وأشكال من خلال الإذاعة ومن خلال التلفزيون ومن خلال المسرح. إذا مشاهدينا، هذا السجل الحافل بالإبداع والثقافة، اليوم إحنا حنفتح هذا الملف عشان نتعرف على بيئة الدراما وأثر على المجتمع والأدوار اللي بتلعبها في مجتمعنا السوداني. ولكن في البداية نذهب إلى أروقة هذا العالم ونعود. يا ابو شباب، ابو شباب، ابو شباب، شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إنسي يا شاب. داير شنو؟ أنت داير شنو؟ جيتني في مكاني وبتسألني داير شنو؟ أنا بس عربيتي الستيك بنشر، جيت بفتش في عفريتة. شباب، مالك يا مرحوم؟ أنا ما مرحوم، أنا حي. كويس، مالك ما تلميت على الشولة؟ وإنت مالك ما معام؟ أنا منتظر لي مرحوم، عندي معه كلام كثير. ما فاهمك. أنا ضربني زور متخور. شفنا واحدة من الأفلام السودانية متعلقة بالمنطقة الصناعية والحوادث كذلك الموجودة في الشارع السوداني، عبر الممثل المعز حسين اللي هو موجود معنا من خلال هذه الحلقة، وحدثنا عن الدراما السودانية ما لها وما عليها، ونظرة كذلك إلى واقع ومستقبل الطفل من خلال الدراما. أنا سعيدة بك، مساء الخير. مساء النور عليك وعلى كل المشاهدين. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التحية لكل قبيلة الدرامين، التحية لكل رواد هذا المسرح وهذا الفنون وهذه الإبداعات الجميلة، التحية لكل أسر الفنانين الذين أوقدوا الشموع صحيح في التوعية والتنوير والفكر والمعرفة لهذا الوطن الجميل. اليوم التحية، وأنا سعيد أن أكون معكم في الموعد. نعم، وتصور رائع المشهد. نعم، انت ما معنا براك على فكره. أكيد. اذا احنا طلعنا في لقطه جنرال حنشوف معانا فتحي. فتحي، فتحي الغرباوي. السلام عليكم يا فتحي، مساء الخير. لازم ترد بصوته. ما بيسمع. حنرحب بفتحيه برضو معنا. فتحيه، نعم، فتحيه، فتحيه دي بصوت استاذتنا الجميله سلمى محمد يعقوب، لها التحيه. وفتحي ده بصوت حسن السير، استاذ حسن السير له التحيه. والأرجوز واحد من اجمل الشخصيات اللي انا بحتز بها جدا جدا، هي تصميم الأطفال شديد يعني. أكيد أكيد. واحد من تصميم أستاذنا الجميل له الرحمة والمغفرة محمد حسين له الرحمة والمغفرة، محرك ومصمم العرايس. نعم. وتصميم العرايس لأستاذتنا الجميلة طيبة. نعم. للتحية وليسرة اليوم الكريم. التحية جميعا. نعم. عبر حلقة اليوم، وإحنا يعني بعد الفاصل أو تحت الهواء إحنا كنا نتكلم عن شكل المشهد اللي أنت بتعمله. أكيد. تغيير الصوت، المكياج برضو الظاهر. خلينا نتكلم عن الفيلم ده،
وفكرته شنو والهدف منه شنو؟ ليه المنطقة الصناعية؟ ليه الاسم ده؟ المنطقة الصناعية واحد من أقوى الأفلام أنا سعدت بها وفخور بها جدا جدا، واحدة من الأعمال اللي إحنا قدمتنا بشكل كبير جدا جدا، كان فيها تحدي بتاع تمثيل عالي جدا جدا، كان فيها ضغط عالي جدا جدا. الفكرة لأستاذنا الجميل أستاذ أبو بكر الشيخ و تحية لهم جميعا، التأليف ومساعدة التأليف أحمد عجيب، وبطولة نجوم الشباب الدراما إيهاب محمود، أستاذنا عماد الدين فقيري، دبورة، نزار محمد جمعة، العديد أنا ما دار أنسى زول، ولكن الناس لهم التحية ولأسرهم الكريمة. فيلم المنطقة الصناعية بيدور عن فكرة الشباب الماتوا في الحوادث، التهور بتاع الحوادث وشركات التأمين، وكان يلقي الضوء في الحتة دي، وكل الأحداث بيدور إنه شخصية إيهاب البطل الفيلم قطع الإشارة حمراء، خالف يعني مخالف. مخالفة عالية جدا جدا، فتعرض لحادث كبير جدا جدا. الأحداث بتدور من هو طالع من غرفة العمليات ولحظة الاستفاغة، يعني هو لسه في الإنعاش، طلع لحظة صعبة جدا جدا. الفيلم بيدور في الحتة دي، بيلاقي شخص في خياله كل زول بيحكي له مشكلته. انا واحد من الاشكاليات انا مت بانه زول كان قطع الاشاره حمراء بسرعه 80 كيلومتر في الساعه وطقاني ومات، كان بيتكلم بتليفون وما مركز. فعلا هي طبعا اغلب الحوادث يا واحد ما مركز، يا قاعد على الاشاره، يا بيتكلم بالتليفون بالضبط، فيها يا شايل طفله معاه في العربيه، ودي حاجه خطيره جدا جدا قاعد ننبه بها. في ناس بيفتكروا انه في كرسي بتاع اطفال، يعني ممكن واحد يخطه في الاطفال، ممكن تاخذ ورا. جميل. الفيلم فيه تفاصيل كثيره، تفاصيل كثيره، وانا اتمنى ان الناس كلها تشاهد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. هو موجود وين؟ في اليوتيوب. في اليوتيوب موجود. فكره المتابعه عبر الموبايل اكيد واحدة من المتابعات بالموبايل. السوشيال ميديا عموما رخصت وسهلت التواصل بين الفنان والمتلقي. يعني احنا كل اعمالنا 90% من اعمالنا قاعده في اليوتيوب. عملنا مجموعه من البرامج والافلام الفنيه. انا مشارك في 5 مهرجانات لفيلم الهاتف الجوال. سبحان الله، انا قبل سنتين من قيام الهاتف الجوال في السودان انا كنت بخرج عبر الهاتف الجوال الكليبات الصغيرة. ما شاء الله. بستغل دائما معسكرات التصوير. يعني احنا بيكون عندنا مثلا معسكر التصوير في الجديد الثورة، عندنا معسكر التصوير في الجزيرة، في باقير، في كده. فبنكون اللحظة دي انت قاعد قدامك 70 فنان من عمالقة. فرصة. لكن انا دار اسألك سؤال. أيوة. انا لما نعمل لي يعني دراما بالموبايل فانا الزمن هنا حيظلم الفكرة. إذا كانت 10 دقائق، إذا كانت 15 دقيقة، لأنه ممكن المتلقي ده يقول لك أنا والله ما عندي النت أحضر به كل الفترة دي. فهل في تخصيص للزمن؟ يعني أنا أعمل لي مادة مثلا في دقيقتين 3 دقائق؟ في دي واحدة من قوة مهرجان الهاتف الجوال، إنه الجوال بيخليك تختزل الفكرة. يعني احنا واحده من شروط المهرجانات اللي خشيناها في وفوزنا بها الحمد لله رب العالمين على مستوى 5 مهرجانات الجائزه الذهبيه الحمد لله رب العالمين، فيها جزء شايل المرتبه الثالثه وفي جزء شايل فيها المرتبه الثانيه، والتحيه لكل الزملاء اللي شاركوا معنا. ولكن انا داير اقول لك فكره، كان بيكون المهرجان مثلا عنده شروط. الشرط بتاعه مثلا بيكون وزاره الرعايه الاجتماعيه خاشيه هي راعي للبرنامج، فبتقوم تقول لك انا داير الشباب اللي حينتج دراما او حينتجوا فواصل فنيه او حينتجوا افلام وثائقيه يتكلموا لي عن التشرد الاطفالي، يتكلموا عن مجهولي النسب، يتكلموا عن التحول. كلها موضوعات اجتماعيه. الله يفتح عليك. طيب الموضوعات الاجتماعيه بقوتك انت كفنانه وعندك القوه العاليه على الاختزال والتصوير وعلى الاخراج وعلى التمثيل، انك تعملي فكره ما عمرها ما يفوت الثلاث دقائق وما يكون اقل من ما يكون اعلى من 5 دقائق. في المتناول بالضبط عشان الجيجات بقت غاليه. طيب انا يعني حقول كلام مهم جدا، انه احنا الليله فتحنا ملف الدراما، هو ملف مهم جدا لانه بيتكلم عن التاريخ، بيتكلم عن الادوار الوطنيه، بيتكلم عن الادوار الاجتماعيه، بيتكلم عن توعيه الطفل. وزي ما بقولوا يعني في عاميات، احنا دخلنا الليله ب4، المفروض نتعرف على عز وبهجه، ورينا الاسم ده جاي من وين، وورينا ميلاده ونشأته وين، بعد كده نخش في ملف الدراما ونشوفها كيف هي ممكن تخدم المتلقي السوداني. اوكي، عز وبهجه مواطن بسيط سوداني، الجنسيه جلد الدنيا دي، حيقعد فيها 5 دقائق، عنده حاجات بسيطه حيعملها بحب شديد جدا جدا. رسالته الكبيره هي التعايش السلمي، يدعو للمحبه والسلام وقيم الحق والخير والجمال. باختصار جدا جدا، انا من مواليد خشم القربه، اقيم اتربيت في منطقه المايقوم العريقه اللي بتحد السجانه والديم وابو حمامه، المنطقه دي زاخره بالفنون. خرطوم القديمه زاخره بالفنون. انا صحينا كده ده لقينا ورانا سينما النيلين. صحيح. انا من عمري 5 سنين بخش سينما النيلين، يعني الحياه سينمائيه. صحيح. الحياه فيها بهجه. فيها بهجه.
فكانت الفنون جزء من حياتنا الاساسيه. يعني احنا بنمشي مركز شباب السجانه، نايل العالمين، مركز جنوب، سينما الخرطوم جنوب، نمشي ناز عمتنا هناك في بحري، بنخش سينما الحلفاي، بنخش بنمشي سينما كوب. كنا حياه سينمائيه يعني جميله جدا جدا، التحيه لعمامنا وخيلانا اللي كانوا هم ذاتهم روحهم فنيه وروحهم جميله جدا جدا. فالطفل الصغير ده تكون من خلال البيئه الفنيه دي. كبرنا وكبرت احزاننا. لا يعني ما شاء الله لسه شباب والعطاء مستمر. لا لا ما شاء الله ان شاء الله. احنا يعني خلينا نبدا نتكلم عن الدراما السودانيه، ما عليها وما عليها، ونظره الى واقع ومستقبل الطفل في 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 السودان وفي كافه مناحي الحياه من خلال الدراما تحديدا. خلينا نتكلم عن البيئه في البدايه، بيئه المبدع المفروض تكون عامله كيف؟ بيئه المبدع هي بيئه المفروض تكون داعمه جدا جدا. هي البيئه اللي انت بتتشكلي فيها. سامح نتفق على حاجه معينه، انه الفنون عموما هي موهبه من الله سبحانه وتعالى. صحيح. ايا كانت بيئتك اللي انت عايشه فيها، بعدين انت بتتشكلي، الانسان يبني بيئته، وبعد ده بتلقى مثلا شاعرنا الجميل، شاعر الجمال وشاعر الحب وشاعر الانسانيه الحلنقي، اسم معروف، رئيس جمهوريه الحب، نعم. الله يفتح عليكي. لما تيجي تشوف البيئه وتشوف العالم المحيط به، هتكتشفي انه انت امام انسان كبير جدا جدا. لما تشوفي اسماعيل حسن شاعرنا الجميل له الرحمه والتحيه لاسرته الكريمه، ولزميلنا جوكس الفنان الجميل، ابنه الفنان الجميل، دين كلهم شعراء اثروا في وجدان الشعب السوداني. صحيح. لما تيجي تشوف البيئه بتاعتهم وتشوف المنتوج الفني بتاعهم اللي قدموه، بتكتشفي انك انت امام عمالقه قدموا ارث كبير جدا جدا. محي الدين فارس له ظهر رحمه ولاسرته تحيه وكذا، بتكتشفي انك يعني المبدع السوداني ده مبدع كبير جدا جدا. تيجي تشوفي العبادي في كتاباته الكبيره في جعلي دنقلاوي وشاقي شنفايداني، غير خلقت خلاف خلت اخوي عاداني، اسر النبانه في البعيد وداني، يكفي النيل ابونا والجن السوداني. دعوه للمحبه، دعوه للسلام، دعوه للنبذ العنصريه والقبليه. المبدع السوداني مبدع ما بتلقي زيه في العالم. ده اثره، يعني ده اثره من خلال البيئه اللي عايش فيها. بالضبط كده. لكن اثر المجتمع على هذا الابداع وعلى هذا، يعني اثر المجتمع على الابداع، المجتمع بيتاثر بما يقدمه الفنان من فنون. الفنون هي بتأثر في المجتمع بشكل كبير جدا جدا في تغيير السلوك من السالب الى الموجب الى الايجابيات. الايجابيات احنا عندنا في المجتمع بتاعنا سلبيات كبيره جدا جدا. هل تعلمي انه انت عندك داخل ولايه الخرطوم اريفه الخرطوم باختصار جدا جدا، والمشكله اللي احنا قاعدين نتكلم عنها حولها الان ومؤرغانا. انا حسي جاي من حمله اشتغلنا فوق ال 32 عرض او 31 عرض في الامراض اللي بتنقل الذباب الكوليرا. نعم. السلوكيات الشخصية بالنظافة. بالضبط كده. يعني احنا بنعالج السلوكيات السالبه بتاعت المجتمع بالفنون. وعشان كده قاعدين نقول دائما في كل منابرنا الخاصه والعامه ومنصاتنا الاعلاميه، قاعدين نقول الحل في الفن. بالفنون. الفنون هي بتعالج كل مشاكلنا. يعني احنا عندك مشاكل بتاع التبرز بتاع في العراء، عندك مشاكل بتاع التبول في العراء في داخل ولايه الخرطوم، والمنظر ده بنشوفه متكرر لما بيجي علينا عادي للاسف الشديد. فانا بفتكر انه هي مساله بتاع السلوك اكثر من هي مساله بتاع يعني دي جزء من المشكلات. يعني السلوك لما يكون ما متطور ما متحضر، الله يفتح عليك، دي يمكن تكون مشكلات معالجه بقوالب دراميه. الله يفتح عليك. الدرام هي بتخش هنا في الحته دي، هي بترقي سلوكك. هي الفنان هو عين المجتمع. صحيح. الفنان هي مرآة المجتمع. يعني احنا قاعدين نتكلم كلام كثير، لكن لما نجي نحلله بنكتشف انه لما نقول الفنان هو زي الزرقاء بيشوف ابعد من الناس. صحيح. المواطن العادي ما ممكن ما يكترث، لكن احنا بنتألم. انا بتألم جدا جدا لما اشوف لي زول مثلا في خور ولا في حيطه ولا في كده، ده هو سلوك عادي جدا جدا عينك احتادته، ولكن انا بكون متألم جدا جدا لما اخش الصراف الآلي والقى كميه الوسخ وكميه الورق في حته انا ما المفروض القى فيها حاجه زي، بتألم جدا جدا. صحيح. لما نركب الاسانسير القى يعني انت بتخلينا احنا محتاجين يعني ادوار تكافليه من كل يعني اطياف المجتمع عشان ننهض بالسودان، وخصوصا انه هو في عهد جديد وفي مرحله جديده، ويعني الدراما زيها وزي الاشياء المختلفه ممكن تدعم في الاقتصاد وممكن تسوق عالميا عشان تعمل دعم للبلاد. خلينا نتواصل مع كل متابعينا نشاهد هذا الفيديو ونرجع لكم. سلوى سلوى
يا كبسور انا المعز. مز مز كيف يعني المعز جارك يا كبسول؟ انا مز مين يا ودشنا فيشنا يا كبسور؟ ها سيستم ستايل يا كبسور سيستم؟ ايوه داقي سيستم يعني؟ ايوه اسيت اعرفه كيف انا؟ كيف يا كبسور تعرفني كيف؟ ده شنو هذا بنطلون شنو؟ ده قميص فنيله ما ومنديل في الراس شنو ده؟ الستايل يا كبسور يا اخي اطلق لنفسك العنان، ادي نفسك مساحتها يا كبسور يا اخي. مساحتها؟ ايوه. طب ليه مساحتها يا اخي انت ما الناس بيشوفوك يا اخي اطفال يا اخي ما بقلدوك يا اخي. ما تلبس المساحات العادي ده يا اخي فيه شخصيه فيه طعم فيه لون يا اخي بالعمليه تقول لي ده بنطلون يا عليك الله لون شنو طعم شنو يا كبسور يا اخي يا اخي يا اخي التيشيرت ده عيبه ليه؟ السيستم ده عيبه ليه؟ سيستم منو؟ هذا السيستم اللي لابسه ده انا يا اخي لكن ما في نظام في مسهر عام للانسان الزول يلتزم به يا اخي اي زول يلبسه اللي داير يلبسه تجيبه من برا راسه ده جاي من برا راسه اللبس ده يا حرام عليك يا اخي حرام عليك يا اخي يا اخي انتوا الناس اللي قال الزول اللي يكون قدوه يا اخي البس كبس عام المسهر العام مهم يا اخي ابقى شكلك كده يميزك وين الوطنيه بتاعتك عشان تميزك كانسان كبشر ما لابس لبس حقه شنو ده السيستم عامل له فلي لانه كاتب فيها كتاب وعامل له منديل في راسي شنو يا اخي يا كبسول اختلط مع الشعوب انت شكلك مغلق انت شكلك مغلق يا معلش مغلق هاي انا مغلق مغلق يعني انت ما عارف التركيبه بتاعتك دي قديمه دي. اسمح لي اقول لك انت التركيبه قديمه تركيبه قديمه يا ابو سعيد جلابيه كوبايه اسال ابو سعيد جلابيه كوبايه لا ما جلابيه سودانيه طيب مالك يا مالك عيب يا اخي ما في عيب لكن انا يعني ستايل يا كبسور اقول لك حاجه يا والله يا كبسور شفت المشوار الدار انا امشي وزاته خليته ليك يا اخي سلوى طويلة تحية مجددا لكل متابعينا وتحية للدكتور فيصل احمد سعد كبسور انا بحييه من خلال هذا العمل وبرحب مرة ثانية بضيفي المعز حسين يعني هو واحد من الدراميين المعروفين وعنده أعمال عديدة مختلفة بتساهم في الأدوار الاجتماعية في الأدوار الوطنية حتى في تاريخ السودان وإذا تحدثنا عن الدراما في السودان بالتأكيد أنه في وسائل لتدعم هذه الدراما الإذاعة عند نوع أكيد. خاص التلفزيون برضو المسرح دارين نشوف الوسائل الثلاثة دي قدرت تحقق أهداف الدراما في تاريخ الطويل والله قدرت ما زي ما قلت لك اول احد هو يعني التحيه لناس رفاعه وهنفي رفاعه ورائد التعليم ابو بكر بدري بمناهضه التعليم وتحفيز المراه في انها تنال حقوقها ونحن نعيش الايامات دي الايام الكبيره انه العنف ضد المراه والعنف لا العنف لا العنف ضد المراه لا ده الكائن الشفاف الرقيق والدنيا ما بتحمل بلا يا سلام تحيه واحده من شكرا جزيلا الله يخليك فانا داير اقول لك انه من خلال المسرح من خلال الفنون رفاعه كانت هي مساهمه بشكل كبير جدا جدا في انه التبصير عبر المسرح نعم والناس عرفت حقوقها من عبر المسرح نعم. مسرحيه المكنمير مسرحيه خراب صوبه مسرحيه كميه من المسرحيات السودانيه الاسرت التحيه لرائد المسرح السوداني فنان الجميل استاذنا له الرحمه والمغفره الفاضل السعيد كلنا بنحبه وكلنا شفنا مسرحه وشفنا اعماله الجميله نعم اكيد المسرح بيساهم في تنميه المجتمع في 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 المسرح والاذاعه والتلفزيون وسائل داعمه للدراما وسائل داعمه بالضبط كده المسرح عنده خصوصيته بشكل صحيح. كبير السينما عنده خصوصيته بشكل كبير الدراما الاذاعيه الناس ارتبطت حتى في الريف لانه هو وسيله سهله سريعه وسريعه وسهله ما محتاجه لاي حاجه عندك راديو صغير حجرين والموضوع انتهى انت بتسمع الدراما السودانيه بشكل صح. كبير عشان كده الناس ارتبطت بدكان وضع البصير ارتبطت بالعديد من الاعمال الفنيه اللي كانت بتقدم بقوالب كبيره جدا جدا في التحيه لكل كتاب الاذاعه والتلفزيون والمسرح تحيه انا كنت سعيد جدا جدا انه اشتغل عبر المسرح في فوق ال 20 مسرحيه ما شاء الله مع كاتبنا الكبير له الرحمه والمغفره استاذنا الجميل له الرحمه انا والله من كدرة ما قادر ارناد استاذنا الرشيد ربنا ان شاء الله يرحمه ربنا يرحمه لكن في كثير انا داير اقول لك يعني حكومه مزاد واحده من المسرحيات الكبيره اللي انا اشتغلتها
اتمنى انه يتم اعادتها بشكل كبير. مسرحيه الراكوبه واحده من المسرحيات اللي نحن اشتغلنا فيها بشكل كبير جدا جدا وقدمناها في المسرح القومي السوداني واشتغلنا بها في العديد من المهرجانات. مسرحيه عرض غير قابل للنقد، جسد غير قابل للتشريح، واحده من المسرحيات الكبيره جدا جدا اللي نحن فزنا بها في العديد من المهرجانات وسافرنا بها خارج السودان في مهرجانات دوليه. مسرحيه ساعه ونلتزم الصمت، هي دي من اعظم المسرحيات انا افتكر في التقدير الشخصي، لانه كانت كان محور الحقيقي انه نحن لو اي زول ادوه ساعه، كان سياسه ادوه ساعه في للكلام، وكان فنان ادوه ساعه للكلام، كان خطيب مسجد ادوه ساعه للكلام، هل حتقول نفس كلامك ده؟ هل حتقوله لينا حسي ده؟ هل الخطاب بتاعك حيتغير؟ كانت مسرحيه كبيره جدا جدا يعني، والتحيه لكتاب والتحيه لكل من ساهم في 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 هذا العمل. احنا دارين يعني معلش نجيب في حته مهمه جدا، في محور مهم جدا، احنا هنا الان دراماتنا السودانيه ما قادرين نسوق لها، ما قادرين نستفيد منها اقتصاديا زي ما انا قلت لك، هي ممكن تكون معول اقتصادي في العهد الجديد وفي الفتره المقبله. السبب شنو؟ احنا بعيدين، ما عندنا جمهور برا السودان، ولا احنا عندنا ضعف في تمويل الدراما السودانيه؟ ده كلام خطير والله، انا احييك على السؤال. محور كبير جدا جدا، احنا باختصار جدا جدا، احنا الفنون عشان تتطور محتاجه استراتيجيات باختصار جدا جدا، انه الفنان يكون هو جزء من 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 الهم القومي، ويكون داخل في التخطيط الاستراتيجي للدوله. صحيح. عشان انت تخلقي حياه مستقره تقدري تساهمي في البناء. برا كانوا بيدعموا الفنون، احنا دعمنا للفنون بسيط جدا جدا، احنا دايرين احفاءات جمركيه، في ناس حيشتغلوا فنون بشكل كبير، انا عندي شركه انتاج فني، انت عندك شركه في انتاج فني، ده عنده في شركه انتاج فني، اعفيه من الجمارك لمدة 5 سنين، ولكن خلي دي رسالة ممكن تقدمها الآن على بالضبط كده. أنا ده الكلام اللي نحن قاعدين نقوله، أنا حييك على المحور ده، محور مهم جدا جدا، ولكن ما بيحتاج الناس مفتكرة أي حاجة قروش، لا ما أي حاجة قروش. قرار إعفاءات جمركية لكل شركات الإنتاج الفني وشوفي ثاني يوم تصدر الأعمال، الله يفتح عليك. لا المدخلات الفنية يعني الكاميرات، الكاميرات اللي شايفينها دي، عدة الإضاءة، في عدة إضاءة أحسن منها ظهرت، العالم التكنولوجيا الميديا بقت بشكل كبير جدا جدا، كاميرات حديثة، إضاءة حديثة، معدات بتاع الصوت حديثة، في ناس عندهم القدرة إنه يدخلوها السودان، ولكن أعمل لهم إعفاءات جمركية. الفكرة إعادة التخطيط لهذه إعادة التخطيط. نحن حنسمعك أكثر، لكن الإخوة الكنترول بيشيروا لي فاصل، حنرجع لفاصل من جديد. اهلا بكم متابعينا، دعوه للمشاهده عبر برنامج في الموعد وحلقه اليوم المخصصه للدراما السودانيه ما لها وعليها، وضيفنا في الاستوديو المعز حسين الدرامي المعروف بعز بهجة، وله العديد من الاعمال المسرحيه، حكايات سودانيه، عائله مؤسسه، من ليج الاستراتيجي، وزهجان افندي، وعدد من الاعمال المختلفه، ويعني هو برضو واحده من الانواع اللي اختارها في الدراما مسرح الطفل، ومعروف انه المسرح ده هو عصب الدراما. فخلينا نتكلم عن يعني الوسائل والادوار الاجتماعيه اللي بيقوم بها الدرامي عشان يوجه سلوك الطفل، واحنا يعني بنفتقد يعني مسرح الطفل للاسف في السودان. اكيد اول حاجه التحيه لكل فرق العرايس في السودان، التحيه لكل رواد مسرح الطفل والعرايس في السودان. عز وبهجة لمسرح الطفل والعرايس واحده من الفرق المؤثره جدا جدا، هي اللي حايزه على المركز الاول في مهرجان الثقافه القومي السادس على مستوى السودان. عندنا العديد، عندنا فوق السبع مسرحيات. التحيه لكل فرقه عز وبهجة، حسن السير، حسين السير، سلمى، محمد يعقوب، بكر مصطفى، نزار، محمد جمعه، واستاذنا عماد الدين فقيري، وكل الذين عملوا في عز وبهجة لمسرح الطفل اليوم التحيه والتقدير. مسرح الطفل والعرايس هو مسرح تربوي تعليمي تثقيفي ترفيهي بالمقام الاول، لان احنا بنحاول بنقدم البيزك الاساسيات للطفل، من احترام الكبير، اماطه الاذى عن الطريق، احترام النظافه الشخصيه، نظافه البيئه، السلوكيات العامه، الادعيه الماسوره، ده كله بخش في الاطار في بناء الطفل. موهبه الاطفال يعني في استيعاب لموهبه الاطفال، لانه في اطفال بيكونوا موهوبين جدا من خلال مسارح المدارس وغيرها، أكيد. لكن ما مكتشفين. اكيد اكيد هو ده دور كبير جدا، دور المؤسسات الفنيه الخاصه بالفنون، كليه الموسيقى والدراما، كليه النيلين، تربيه دراما،
حتى الموسيقيين انا بفتكر انه لو تم توزيعهم باعاده توزيعهم بشكل كبير جدا جدا في المدارس الاساس ومدارس الثانوي والجامعات نرجع دور استاذ الفنون عشان نطلع الكلام القوتي والجميل انه من الروضه للجامعه انه يكون انا عندي طفل مشبع بالفنون مؤسسه يعني بالضبط كده مؤسسه وتحيه لنا زعايله مؤسسه يعني تحيه اليوم احنا شايفين طبعا غير فتحي وفتحيه والارجوز معانا برضو طول هنا او ادوات هنا انا ما عارفه شنو لكن شايفاها من جوال قاعده في ايوه دي حاجات خفيفه دي حاجات خفيفه نحن قاعدين نستخدمها يعني دي 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 حاجات دي العصايه السحريه نحن قاعدين نسميه الماجيك كيلدرينج يعني العاب الخفه للاطفال والسحر بتاع الاطفال فدي واحده من الحاجات البسيطه جدا جدا اللي قاعدين نعلم بها الاطفال اول حاجه نحن دي العصايه السحريه بتضرب كده دي العصايه السحريه بنقولوها هللم بللم وكده ده وبتطلع منها سلام. بتطلع منها بنوريه اهميه الشجره واهميه الزهور واهميه الزراعه ويفهم يعني شنو نحن اكبر قطر واسع يصلح للزراعه ولكن زراعه ضعيفه في مشاريع كثيره دمرت في كميه بتاعت حاجات احنا دارين نعمل اعاده انتاج اعاده صحيح. منتوج لهذا الطفل عشان يفهم اهميه الزراعه في الحياه حينفع حيثمر فيه على فكره بالضبط كده النزيه لما تكبر والنجاه السنه الجايه وتكون كبرت كده دي واحده من الحاجات الحاجات البسيطه دي العصا السحريه دي العصا السحريه اللي قاعدين نقدمها دائما في طيب الفتيل في معسكرات النازحين وبنقدمها للاطفال بنوريهم كده دي واحده من ايوه دي واحده من الالعاب الخفيفه اللي قاعدين ننمي بها مهارات التفكير عند الطفل يعني بنخليه دائما في عندنا الالعاب الحركيه والالعاب الذكاء وكده يعني انت حسي ممكن من خلال الظهر الكبير ده تختاري لك حاجه تختاري رقم وتحطيه هنا من غير ما اشوف انا أيوة. انا ما شايف يا اخوان انا ما شايف خطيتي اخترتي ايوه كويس تمام تمام احنا حنشيل الهناي بتاعك ده حننزله بالعكس بننزله في العكس بننزله في 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 البرطمان الكبير ده وبنقفله و احنا وريت المشاهدين انت ولا لا انا الفكره انت يا لا ما وريت خلاص انت عارفه اللي نايم متاكده من رغبه متاكده من رغبه ما معنا غش هل حتغش منه انا ولا انت كويس انت اخترت الرقم 2 صح للامانه هاي. والله كويس نشوف الرقم 2 والله هذا كلام كبير فدي حاجه بسيطه جدا جدا دي قاعدين ايوه الرقم 2 انت اخترتي رقم 2 يا المشاهدين الزوره اللي اختارت الاستاذه اختارت بس سحر هو ما سحر هي العاب خفه هي دائما بنفك بها الروتين بنعمل بها كسر حاجز للاطفال انه قبل ما تبدا معاه بتعمل به حاجات خفيفه خفيفه وبتكسر حاجز الحاجز يعني هو بيكون ضمن الجانب ده شنو ده هما متعودين على الاستاذه والمشرفات وبتاع الترحيل فانت لما تجي ولازم يكون عندك حاجه بسيطه جدا جدا ده صندوق الالعاب الصندوق السحري البسيط جدا جدا ده خيط بسيط كده لكل المشاهدين خط الخيط خطيت الخيط نعم قفلنا الخيط واحده من الحاجات قفلنا الخيط بنطلع الخيط وين الخيط وين بس السؤال بتاعنا ده بيخلي الطفل يفكر يا رب الخير ينمي الخيال يفكر يعني احنا للاطفال قاعدين نحط لهم بسكويت ونجيب دقيق ونحط لهم دقيق ونطلع لهم بسكويت وحلاوه قاعدين يعني بس ما اخذت غير الخيط ده رجع لك التحيه لك التحيه لك شكرا جزيلا شكرا لك شكرا جزيلا قوية يعني واحده من العروسات الجميله جدا جدا وبصوت استاذتنا الجميله الدراميه سلمى محمد يعقوب ليها التحيه وكاتبنا الجميل عماد الدين فقيري وده فتحي الغلباوي فتحي جلاحكم من غير ما ايوه فتحي وفتحيه ديل من تصميم الاستاذه طيبه خليفه هي استاذه جميله وزول مصممه بتاعت عرايس بالدرجه الاولى فنحن من خلال فتحي وفتحيه دائما بنرسل رسائل للاطفال انه يا اخي ده فتحي الغلباوي يعني فتحي زي ما شايفاه وفتحيه دائما قلت لها لينا نحن جايين الشروب سرحي شعرك عن سرح الشعر لكن فتحي ما سرح شعره وما لبس السفنجه بتاعته وين السفنجه بتاعته؟ اباني اصبر بعدين فدي واحده من من خلال فتحي وفتحي بنحاول نرسل رسائل للطفل عبر معسكرات النازحين نحن لفينا السودان كله عبر معسكرات النازحين الخلاوي المجمعات السكنيه رياض الاطفال المنتزهات العامه كله طيب احنا هسه حنعمل نموذج نسمع نموذج نعم نسمع نعم نسمع نموذج ونتواصل مالك بنقورك جنك بقى ما بتعرف
القلاله روح على الفاتح يا اخي. نمشي اسرع اسرع بس نمشي. مالك بكوري؟ ايوه يا فتحية انت ما عايزه تمشي معي نصلح العجله يا كعبه. تاني انا ما بمشي اجيب لك الموز بتاعك من السوق. ما بمشي وما بمشي وما بمشي. بس الليله قلت لك ما في محل فاتح وابوي زعلان منك ومن مشاكلك الكثيره دي وناس الحله اشتكوا منك. مني انا؟ اي ايوه انت وكده ما صح. هسي انا بمشي معاك السوق لكن لو ما لقينا محل فاتح بمسك منك العجلة وما بديك ليها إلا بعد 10 أيام. عشر يوم؟ آي خلاص موافق يا فتحية جدا أروح السوق. ورايك شنو؟ ما خلاص ما في مشكلة نجي بكرة. بكرة وين تاني إلا بعد 10 يوم؟ 10 يوم؟ ليه فتحي 10 يوم؟ أن إحنا مش بيناتنا اتفاق ولازم نوفي بعهودنا وإنت وعدتني. يا الله أصي أنا كان صبرت وسمعت الكلام ما كان أحسن لي. أنا غلطان يا فتحية وتاني ما بستعجل وبصبر لحد ما أعمل الحاجة العاوزة. كده صح لأنه العجلة من الشيطان. عجلة؟ يا تعجلة يا فتحية. يا سلام ده مجهود يعني جبار صراحه. الله يديك الصحه والعافيه والاحساس برضو يعني انا حاسه انك انت فتحي وفتحيه في آن واحد. ربنا يديك العافيه والصحه ان شاء الله. الله يخليكي. وده دي واحده من ابداعاتنا وعز وبهجه لمسرح الطفل والعرايس. دايما بنكون حريصين انه نقدم ما ينفع الناس. يا سلام. احنا هنمشي مباشره الى الرؤى المستقبليه للدراما السودانيه من خلال نظره المعيز حسين وكيف يتم تطوير هذه الدراما والخروج الى العالم. والله يا أخي أول حاجة أنا أجدد الترحاب وأجدد التحايا وأجدد كل لصناع الدراما. وأنا بفتكر إنه مخرجنا الوحيد في لحركة الفنون عموما إنه نحن كدراميين نتحد كلنا مع بعض ونكون جسم واحد ويكون عندنا أعمال حقيقية تجمعنا مع بعض. رسالة لكل المسؤولين القائمين على أمر الفنون في بلاد الحبيبة إنه يهتموا بالمبدع. المبدع السوداني هو مبدع عظيم ومبدع كبير وتفعيل دور صندوق المبدعين ورعاية المبدعين واهتمام كبير يكون من الدولة تجاه المبدع النوى الحقيقية لكل الإبداع. المرحلة اللي بعديها أنا بوجه برضو رسائل هي رسائل خطافية كده ده بقول للقائمين على أمر الله على امر شركات الانتاج الفني يا اخي سهلوا لهم يا جماعه. ناس شركات الانتاج الفني دي الناس الواحد ضحى بحياته ضحى بعمره كله عشان ينتج منتجات فنيه. اعفوه من الضرائب اعفوه من مدخلات الانتاج اعفوه من الجمارك خليه يجيب أجهزة عشان يشتغل. انا برساله لكل الناس رأس المال ورجال المال والأعمال الناس اللي استثمروا في مجال الفنون لأنه هو مربح. مجال مربح جدا جدا ومجال كبير جدا جدا. لناس التخطيط الاستراتيجي خطوا في استراتيجياتكم إنه الفنون هي واحد من الأجسام الكبيرة جدا جدا وهي بتساعد في تنمية المجتمع وبتساعد في أمن القومي وفي أمن الثقافي. يعني احنا عندنا اشكال كبير جدا جدا في امننا الثقافي وده اللي بنشوفه من حسن. شفنا كبسور في سلوى الطويله واحد من القزوه الفكر والقزوه الثقافي والشباب بيتاثروا. نعم. اذا ما عملنا دراما موازيه انها تعالج وتوعي وتقوم كل السلوكيات بيبقى اشكال كده. تفعيل دور المسارح من جديد نبني المسارح في كل يعني ما ممكن يعني منطقة الكلاكلة بكل قامتها ما فيها ولا مسرح واحد. الحاج يوسف بكل هذا الكبر ما فيها حاجة. المسرح أبو الفنون يعني المسرح أبو الفنون. إحنا دارين برضو نتعرف على مشاريعك يعني المستقبلية عزو بهجة في الدراما السودانية. والله نحن يعني نحن مشاريعنا كبيرة جدا جدا. نحن التحية لشركة موتيفا للإنتاج الفني على رأس أستاذنا الجميل
محمد صالح حسن جونجا. نحن حسي شغالين في مجموعة من الأعمال، مجموعة من الأعمال الكبيرة جدا جدا، فيها ثلاثة أفلام وسلاسل قصيرة إن شاء الله تعالى بتطر النور في رمضان القادم إن شاء الله تعالى. والمجموعة أنا بحيي مجموعة مشاوير الكوميديا الرئيسة برضو أستاذنا الجميل محمد صالح حسن جونجا. نحن اشتغلنا حسي انتهينا قلت لك من حملة البرهارسية والحملة بتاعت الكوليرا والحمى الصفراء، وحسي خاشين على على حمى الواد المصدع دي، الحمى الشريف ما خلينا الناس يا جماعة اللبن الني تختاو تختم فيت فيت الحاجات صحيح ليك الهموم كبير والله يا استاذ، المحور كبير جدا جدا. انا اتمنى انه نكون غطينا فيه ولو 1%، ولكن انا داير اقول انه الفنون هي الحل لكل مشاكلنا والحل في الفن، الحل في الفن. دي يمكن رساله جميله جدا عبر هذه المساحه المسائيه، واحنا عبرك استفدنا بالتاكيد من خلال المشروعات المختلفه اللي ممكن تقدمها الدراما في قوالي، ممكن تكون تتحدث عن التاريخ، تتحدث عن الادوار الوطنيه، تتحدث عن الادوار الاجتماعيه اللي انتم بتقوموا بها في التوعيه، كذلك الاهتمام بالطفل ومسرح الطفل، لانه في النهايه احنا بنزرع يعني الثمره، بنزرع بذره وفي النهايه بنحصد ثمر يعني. اكيد اكيد، والجيل الجديد ده محتاج جدا جدا. ادوا الدراميين، ادوا الفنانين، ادوا المبدعين ديل كلهم، ادوهم مساحتهم وشوفوا السودان ده هيبقى شكله مختلف كيف. ايوه، احنا برضو بنقول يعني المشاركه في المهرجانات الخارجيه هي برضو بتدي دفعه للدراما السودانيه، وستموت في 20 واحد من الاعمال احنا لما شفناه فائز قلنا احنا قدر شنو ظالمين نفسنا في الدراما السودانيه. نتمنى تكون في اعمال كثيره. والله نتمنى والله. التحيه اول حاجه لكل التيم بتاع ستموت في 20. نعم. واستاذتنا الجميله ناهد حسن، واستاذتنا الجميله سلم اسلام مبارك. تحيه لهم جميعا. ليه المهم التحيه وكل الكاست ومخرجهم الجميل، والتحيه لكل القائمين على امر هذا الانتاج الفني. يعني وده بيوريك انه السودان ده نحن السينما دي من يعني عرس الزين وتاجوج وبركه الشيخ ومجموعه من افلام جميله جدا جدا. شكرا شكرا لك المعز حسين الدرامي والممثل والقائم على حركة الطفل في المسرح وكنوز العادات والتقاليد في كل ولايات السودان المختلفة. كيف الدراما السودانية تعبر عن هذه الكنوز؟ بالتأكيد ده دور صعب بينتظر الدراما السودانية. احنا سعيدنا جدا بهذه الإطلالة وبنتمنى لك التوفيق وشكرا لحضورك. شكرا لك أستاذة، والتحية لكم والتحية لكل القائمين على أمر هذا البرنامج، ونتمنى أنه نكون غطينا ولو 1%، ونقول العفو والعافية لكل الناس اللي بتابعونا وبيسمعونا وكل المحبين محبيننا، ونتمنى انه يوم بعد يوم نقدم ما هو جديد ومختلف، ودائما بنقول الحل في الفن، الحل في الفن. والى اللقاء.